أحب 7 أماكن على وجه الأرض لقلب رسول الله. 1 مكة، بكى النبي وهو خارج مهاجر منها للمدينة وقال: الله يعلم أنك أحب الأرض إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، وحرم الدماء فيها عشان يعلمنا أن حب الوطن من الإيمان. 2 المدينة، قال عنها النبي: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وكان لما يرجع من سفر ويقرب منها ويشوف نخل المدينة يحرك دبته بسرعة علشان شوقا إليها ليعود لها بسرعة. 3 القدس، أسرى إليها النبي ليلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وصلى فيها بكل الأنبياء في المسجد الأقصى في أعظم اجتماع حصل في تاريخ البشرية، كل أنبياء الله بيصلوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. 4 مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام بناه النبي قبل ما يدخل المدينة في الهجرة، ونزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال عنه النبي: من أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره. 5 جبل أحد، قال عنه النبي: أحد جبل من جبال الجنة. تخيل جبل أحد حتشوفه في الجنة. وقال عنه النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه. قالها لما تشاءم المسلمين ومات صحابة كتير يوم غزوة أحد تحت جبل أحد، فرفض النبي فكرة التشاؤم وإلقاء الأخطاء على الغير حتى لو جبل، وقام قايل: أحد جبل يحبنا ونحبه، حتشوف جبل أحد في الجنة. 6 البقيع، فيه الدفن أصحاب النبي، وفيه الدفن أعمام وعمات النبي، وفيه الدفن ابن النبي إبراهيم، وفيه الدفن كل بنات النبي: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. عدد الصحابة المدفونين في البقيع 10,000 صحابي. تخيل البقيع قطعة من الجنة، لأن أكتر أهل البقيع من أهل الجنة. 7 الروضة، يقول النبي: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول العلماء: هذا كلام حقيقي وليس مجاز، بمعنى انك حتشوف الروضة في الجنة هي زي ما شفتها في الدنيا، فمن دخل الروضة في الدنيا فقد دخل قطعة من الجنة. افرح بالكلام ده، لان ربنا اعز واكرم وارحم من ان يدخلك الجنة في الدنيا ويحرمك منها في الاخرة. املأ قلبك بحب السمع أماكن اللي حبهم النبي، هتحس بحب وقرب كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم.